بالمناسبه امبارح اعلن اتحاد الكره المصري عن استئناف مباريات الدوري الممتاز بعد خروج المنتخب الاولمبي من ربع نهائي دوره الالعاب الاولمبيه المقامه حاليا في طوكيو، للاسف الشديد بالخساره من البرازيل بهدف نظيف. وفقا لجدول الدوري اللي اعلنه اتحاد الكوره، فان مباريات النادي الاهلي القادمه في بطوله الدوري جاءت على النحو التالي: الاهلي هيلاعب وادي دجله يوم الاربعاء 4 اغسطس الساعه 9 مساء باستاد الاهلي والسلام، وهيلاعب سيراميكا كليوباترا يوم السبت 7 اغسطس الساعه 9 مساء باستاد الاهلي والسلام، وهيلاعب الاسماعيلي يوم الاربعاء 11 اغسطس الساعه 9 مساء باستاد الاسكندريه، وهيلاعب امبي يوم السبت 14 اغسطس الساعه 9 مساء باستاد الاهلي والسلام، وهيلاعب طلائع الجيش يوم الثلاث 17 اغسطس الساعه 9 مساء باستاد الجيش بالسويس، وهيواجه المصري يوم الجمعة 20 أغسطس الساعة 9 مساء باستاد الإسكندرية، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة أحد يومي 24 أو 23 أغسطس، وأمام أسوان أحد يومي إما 26 أو 27 من أغسطس الجاري. وطبعا بنتمنى كل التوفيق لفرقتنا في رحلتها المشروعة للاحتفاظ بلقب الدوري.